يعطيكم العافية. التعامل مع نت فايبس لإضافة تطبيقاتنا، بيجي أول شيء من داشبوردز بقول له نيو جديد، قال لي شو اللي بدك إياه؟ أخذت أنا سوشيال شبكات اجتماعية، بس فتح لي إياها في هون، قال لي حط حساب هون، ححط حساب تويتر هون، حساب جوجل بلس هون، حساب الفيسبوك إلى آخره. أنا شو اللي بدي أحطهم؟ هلا الجوجل بلس أكيد وقف، إجيت تويتر قال لي هذا حسابي أنا كاتبه من قبل، بس اخترته انضاف، هاي صار كل شيء جديد حشوفه هون. الفيسبوك له مشكلة حاليا، ليكو بضغط عليه قال لي لا زال قيد التطوير، فحاليا هذا الحساب مو شغال، بدنا نستنى شوي ليتاح للجميع. ولكن تويتر بس حطيته، بس ضغطت عليه هذا الحساب، كبست عليه أعطاني الخيارات اللي فيه، قال لي هاي بياناته. فهي الإضافة بسيطة كثير، ومن هون صار فيني انشور الشيء اللي بدي اياه على هاي الشبكة. ميزة هالمواقع انه انا عم شوف كل شبكاتي الاجتماعية، حتى بدي ايميلي بعرف ايميلي من هون، بصير ببعث رسائل فيه، عم بنشرهم كلهم دفعة واحدة. حاليا واقف على يعني هاي، حتى حساب الريديت، حساب الهاد، واقف الفيسبوك، ولكن الباقي فينا نشتغل فيهم.